تواصل إدارة رعاية الشباب بقطاع مدن البعوث الإسلامية بجامعة الأزهر تنظيم رحلات سياحية تثقيفية للطلاب الوافدين إلى محافظة أسوان بهدف التعرف على الحضارة المصرية القديمة وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن الأماكن السياحية والأثرية في مصر. التفاصيل مع الزميل طارق عبدو. نظم قطاع مدن البعوث الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف رحلة للدارسين الوافدين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. تتكون الرحلة من 14 جنسية مختلفة من الجنسيات العربية والإفريقية والأسيوية، بالإضافة إلى أسر شهداء ومصابي ثورة 25 من يناير، وذلك من أجل تثقيف طلاب الأزهر الشريف بالحضارة المصرية القديمة وزيارة الأماكن السياحية بأسوان والأقصر، باعتبار أن الطلاب الوافدين سفراء الأزهر الشريف في العالم أجمع. احنا معانا 14 زي ما حضرتك قلت 14 جنسية مختلفة من بيمثلوا مدينة البعوث الإسلامية، ومعانا طبعا أسر الشهداء ومصابين الثورة. طبعا بيحصل تبادل ثقافات، بيتعرفوا عن مصر اكتر، بيعرفوا قيمه مصر، اللي هم طبعا عايشين في مصر بقالهم سنتين ثلاثه لكن ما جوش زاروا المكان ده، زاروا زمايلهم من الافواج او الدارسين اللي قبل كده، جم زاروا الاقصر واسوان، لكن هم دول اول مره يتعرفوا على حضاره مصر وتاريخ مصر، وهم سعداء جدا. وهم اقول لحضرتك احنا حاسين بمدى شغف ان هم يشوفوا مثلا اثار مصر وحضاره مصر عن قرب. عايز حضرتك برضو تكلمنا عن استقبال اهالي اسوان وصعيد عامه لمثل هذه القوافل او الرحلات اللي بتضم جنسيات كثيره، رايهم ايه؟ طبعا هي مش غريبه على اهل اسوان والاهل الاقصر عامه، ان انا من جنة اساسا يعني. لا اهل اسوان طبعا معروفين بالطيبه وكرم الاستقبال في السوق، اللي بيقابلوهم استقبال جامد جدا في كل المزارات، فرحانين بيهم جدا وسعداء بالوفود اللي حاضره معانا اسوان. الحقيقه احنا بشكر الدكتور اشرف صبحي على هذا الامتياز اللي اداه للمجلس القومي، بيطلعنا كذا مره رحلات تثقيفيه، مره مرسى مطروح والمره دي الاقصر واسوان، اذا كان القطار او والتسكين وكل حاجه، يعني ما شاء الله الناس مبسوطه جدا واسر الشهداء والمصابين مبسوطين جدا، اذا كانت المعامله، الاكل، المزارات، التعامل، كل حاجه بيهدوم ليهم باحسن تعامل باحسن كل حاجة. والحقيقة مجانا يعني ادوهم الرحلات مجانا، وده شكر ليه جدا، يعني شكر لأسر الشهداء والمصابين، هو بيديهم الشكر وحاجة كويسة ليهم، وبشكره يعني على كل الحاجات اللي بيدوهم يعني والوزارة وكده. رأيك في الزيارة لمحافظة أسوان وإيه اللي بيعود على الشباب ده من خلال هذه الرحلات؟ الحقيقه رايي حلو قوي اسوان، من انا اول مره اجيها، بس اجي قوي اول مره، الناس كويسين، المعامله حلوه، المزارات جميله، التثقيف كويس، بينزل معانا مرشد من وزاره الشباب والرياضه، بيفضلوا يشرحوا لنا كل حاجه، بيبداوا يسالوا نعرف ايه عن، يعني فعلا في كذا شباب ما يعرفوش حاجه عن البلد، فعلا وزاره الشباب بداوا اول مره ينزلوا الاقصر واسوان، واول مره ينزلوا في كذا بلد، بداوا يعرفوا ايه هي المعابد، ايه هو ده، فتثقفوا فعلا وطلعت حاجه جديده وحاجه جميله فعلا. كما يقال بان اسوان آية من آيات الله، لان الله اهدى عباده الى معرفته بآيتين، آية القرآنية وآية الكونية، ونحن الان نرى الآية الكونية بسبب الاسوان. ما شاء الله فيه آيات كثيرة، يعني ترك الله هذه الآيات لكي نعتبر. في امس البارحة ذهبنا الى متحف بعض المتاحف وبعض المعابد، أرينا آيات كثيرة، كما يقال لقد مكناكم في الأرض ما لم نمكن لهم، كيف هذه الآيات والأسوان ما شاء الله آيات من آيات الله. تهدف رحلات البعوث الإسلامية التي ينظمها الأزهر الشريف لمحافظة أسوان إلى تعريف الدول بعظمة الحضارة المصرية القديمة وثقافة الشعب المصري على مر العصور، باعتبار أن الآثار التاريخية هي إرث إنساني يجب الحفاظ عليه. بداية فمصر معروفة بشكل أجمل أنها بلد التاريخ وبلد الحضارة والبلد التي قدمت كل شيء للإنسانية والتقدم البشري، فمن منطلق يعني كل سيروا في الأرض، فحبينا نأتي نزور يعني المعالم وما دمنا في مصر
نستغل هذه الفرص فنزور هذا البلد التاريخي ونستمتع بالجو الموجود وهذه الحضارة العريقة وهذا الصرح العظيم. وأسوان يعني من أجمل الأماكن التي زرتها يعني بشكل يعني خاص، بصراحة يعني استمتعت يعني غاية الاستمتاع، فلا أستطيع أقول يعني إلا أنني أشكر الشعب الأسواني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والبهجة والسرور الذي يقدمه للناس. فأسوان يعني بلد يعني زرنا فيه أماكن كثيرة من المتاحف ومعابد وآثار يعني قديمة فرعونية وغير فرعونية لحضارة المصرية التي تمتد لأكثر من 7000 سنة. أولا أريد أن أشكر لله، الحمد لله رب العالمين. والثانية أريد أن أشكر الفضيلة الشيخ إمام الأكبر أحمد طيب حفظه الله الذي هو يرسلني عن هذه الرحلة، وأريد أن أشكرك وكيل الكلية ووزارة الشباب وكل الموظفين، الحمد لله هم يفعلون كمثل هذه الرحلة الجميلة الحمد لله. وأنا سمعت في الكلية كثير أصدقاء موجود هم يسكنون في الأسوان، هم قال في بلادنا جميل جدا جميل جدا. عندما أنا رأيت وجئت في هناك أنا رأيت أجمل من ذلك. والله محافظة أسوان جميلة جدا، والواحد مبسوط أنه يتعرف على بلده ويعرف أنه إحنا فعلا بلد جميلة وعندنا كل حاجة. يعني أنا مش مضطرة أن أنا أسافر برا أن أنا عشان أشوف حاجة معينة، أنا جيت في أسوان شفت كل حاجة، وبس محافظات مصر جميعا يعني كل حاجة فيها حاجة مختلفة، فأنا مش هضطر أن أنا أسافر برا أصلا عشان أشوف أي حاجة، فأنا عندي كل حاجة في بلدي. والله كان نفسي أشوف السد العالي أولا، يعني مش عايز أنسى وزارة الشباب والرياضة على الفرصة اللي هم أتحنا أن احنا نشوف معالم بلدنا تمام كشباب يعني، وروحنا قبل كده مطروح برضو تمام، ونشكر برضو المجلس القومي اللي هم برضو بيتحنا الفرصة دي مع البروتوكول مع وزارة الشباب. وأسوان بلد جميل، ويعني استمتعنا جدا بالسد العالي بالمتاحف اللي رحناها في أول يوم وتاني يوم، ولسه إن شاء الله الأقصر، فإن شاء الله هنستمتع يعني أكتر. لا الصراحة بص أنا انبهرت بجد والله، يعني حاجة بجد تشرف. أنا كنت بس يعني بسمع عن اللي بيروح يزور أسوان على جمالها وعلى كرم ضيافة عندهم، لما جيت هنا بجد انبهرت. بص بتحس بحاجة كده تشرفك كده، يعني لما بتتكلم مع حد مثلا من بره ولا حاجة، أنا بس ليا أصحاب بره لا يعني تتكلموا بقى عن يعني المعابد والشوارع والناس، بجد مش حاجه وحشه خالص من ساعه ما جينا هنا، كل حاجه حلوه شفناها بجد. ويمكن يعني الكلام ده قليل عن ان احنا شفناه. واكتر معبد اللي شفته معبد فيلة ده بجد حاجه، يعني مثلا انا من صغري يعني انا اول مره جاي هنا اسوان من صغري وانا بشوفه مثلا في التلفزيون، لكن لما تشوفه على الحقيقه وعلى الواقع بص حاجه فظيعه بجد، حاجه بجد بص تشرف، حاجه روعه. رحلات البعوث الاسلاميه التابعه للازهر الشريف لمحافظه اسوان يعد تطبيقا عمليا للتسامح بين الشعوب باختلاف ألوانها على أرض مصرنا الحبيبة. طارق عبدو، طيبة.